يحرص المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة قرينة عاهل البلاد المعظم على تفعيل مبدأ الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني من أجل العمل على تطوير الاستراتيجيات والخطط التي تعنى بتقدم المرأة وتطورها، وذلك إيمانا من المجلس الأعلى للمرأة بأهمية الشراكة المجتمعية وضرورة العمل بروح الفريق الواحد من أجل تحقيق الأهداف المرجوة. إيمانا من المجلس الأعلى للمرأة بأن الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني وهيئاته هي المرتكز الرئيس لنجاح أي مبادرات أو استراتيجيات تعنى بتقدم المرأة في كافة المجالات، فالشراكة القائمة بين الجانبين كانت وراء نجاح ما وصلت إليه المرأة البحرينية اليوم، خاصة وأن الطرفين تجمعهما هدف مشترك ورؤية موحدة تجاه مستقبل المرأة البحرينية ودورها في خطة التنمية المستدامة المستقبلية. طبعا كان لي الشرف اني امثل المجلس الاعلى للمراه في اجتماع ال 43 للجنه المراه العربيه التابعه لجامعه الدول العربيه. هذه اللجنه شكلت منذ العام 1971 ووضع لها برامج عديده ومنها كيفيه مواجهه التحديات في الجانب الاجتماعي، في الجانب السياسي، الاقتصادي، البيئي، تنميه المراه، تمكين الاقتصادي، كل هذه الامور هذه اللجنه وضعت لها بالشراكه مع الدول العربيه كلها. وطبعا المجلس الاعلى للمراه تقدم بعديد من البرامج والافكار، وايضا يعني حتى اراء المجلس بالنسبه للتعديلات لبيان هذه اللجنه الذي سيقدم في نيويورك في لجنه وضع المراه يعني اخذت كلها بالكامل. طبعا لجنه المراه العربيه التابعه لجامعه الدول العربيه اخذت بجميع ملاحظات المجلس الاعلى للمراه حول البيان العربي الذي سيلقى في لجنه وضع المراه 68 في نيويورك. لذا سار المجلس الأعلى للمرأة بتوجيهات صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة على خريطة طريق ترسم ملامح عمله وشراكته مع مؤسسات المجتمع المدني للوصول إلى صيغ مشتركة تحقق احتياجات المرأة ومتطلباتها حتى تتمكن من المساهمة بشكل فاعل في المجتمع. طبعا انا تشرفت في يعني من عده اسابيع اني مثلت المجلس الاعلى للمراه في المؤتمر العالمي السادس للتوحد. هذا يعني يبين نقطة مهمة من تعاون المجلس مع المنظمات الأهلية ورعاية المجلس لمثل هذه الأنشطة التي تصب في صالح المرأة. وطبعا المجلس الأعلى للمرأة وبقيادة صاحبة السمو يعني لهم اهتمام خاص بذوي الإعاقة وبالذات في مجال التوحد في هذا المؤتمر، لأنه فعلا يشكل يعني تحدي كبير ولابد أن يكون لنا دور في كمجلس في دعم المرأة في يعني في هذه التحديات. هذا وقد أطلق المجلس العديد من المبادرات بهدف تعزيز موقع المرأة في صنع القرار في القطاعين العام والخاص وفي مؤسسات المجتمع المدني، ووضع آليات مناسبة لتعزيز التعاون مع الوزارات والمؤسسات الرسمية والقطاع الخاص، إلى جانب حرص المجلس على إطلاع المجتمع المدني على كافة الخطط والاستراتيجيات المتعلقة بالمرأة، ومنها النموذج الوطني للتوازن بين الجنسين وبرنامج خطة النهوض بالمرأة البحرينية وغيرها من المبادرات.